انا الدكتوره اماني بسيوني، استشاريه الكلى في مستشفى اسكندريه للكلى والمسالك البوليه. لقائنا النهارده متزامن مع يوم الكلى العالمي اللي هو انشاته او نظمته الجمعيه الدوليه لامراض الكلى من سنه 2006، وده كان طبعا معمول بمناسبه تزايد عدد الحالات القصور الكلوي على مستوى العالم. في سنه 2006 كانت عدد الحالات المصابه يصل الى 10% من تعداد سكان العالم اللي هو حوالي 400 مليون تقريبا. حاليا النسبه تضاعفت اكتر. كان الهدف من اليوم ده اللي هو عمل او انشاء حمله توعويه او تثقيفيه للناس بأهمية الكلى وضرورة المحافظة على وظائفها، سواء للأشخاص الأصحاء أو للأشخاص المصابين بقصور كلوي في أي مرحلة من المراحل. إزاي نحقق الهدف بتاعنا ده؟ عن طريق التوعية الصحية والتثقيفية للناس عموما بخطورة أمراض الكلى والأسباب التي قد تؤدي إلى القصور الكلوي. دي نمرة واحد. الشيء الثاني هو ضرورة حس الناس على الالتزام أو الإجراء للفحوصات الطبية بصفة دورية، سواء الأشخاص اللي عندهم قصور كلوي في أي مرحلة من المراحل أو الأصحاء، وخصوصا الناس الأصحاء لكنهم يعانوا من معرضين أكتر لأن هم يجي لهم إصابة بالكلى. مين هم الأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة قد تؤدي إلى إصابة بأمراض الكلى؟ مجموعة من الناس، أولها طبعا هنقول تقدم السن، وده طبعا إحنا كلنا عارفين أنه مع مرور السن بيبدأ يحصل شوية قصور في وظيفة الكلية حتى لو ما ظهرش في التحاليل، وكانت دايما بتطلع التحاليل بتاعتهم طبيعية، لكنه الشخص الكبير مجرد ما يتعرض لأي مشكلة، جفاف، أخذ أدوية، جاله سخونة، أي حاجة زي كده، ممكن وظائف الكلية تتأثر. فالشخص ده المفروض ان هو او الناس الكبيره المفروض ان هي بانتظام يعملوا تحاليل دوريه يطمنوا على وظائف الكليه عندهم. مين تاني؟ السمنه من اهم الاسباب لامراض كتير مش بس القصور الكلوي. المدخنين، الأسر اللي فيها تاريخ مرضي لمرض معين بيصيب الكلى، الأفراد الغير مصابين في الأسرة دي المفروض إن هم بيتابعوا بانتظام ويعملوا تحاليل حتى ولو بصفة سنوية علشان يطمنوا على وظيفة الكلية بتاعتهم. الأشخاص اللي عندهم تاريخ مرضي لأنه جاله قبل كده قصور كلوي حاد بأي سبب، سواء احتاج غسيل أو محتاجش، الشخص ده لازم برضو يفضل يتابع. الناس اللي عندهم أمراض تانية مصاحبة ما هيش كلى في الأول، لكن عنده سكر، عنده ضغط، عنده روماتيزم، عنده أي حاجة بياخد لها أدوية، قد يكون المرض نفسه بيأثر على الكلية، وقد تكون الأدوية اللي احنا بنستخدمها هي كمان بتأثر على الكلية. مجموعة الناس اللي احنا تكلمنا عنهم دول لازم نعرفهم بضرورة أو أهمية إن هم يعملوا فحص دوري لوظائف الكلى ولو حتى بصفة سنوية. طيب احنا قلنا انه الهدف من اليوم التوعوي بتاعنا الوقاية الاولية للناس الاصحاء من القصور الكلوي، غير الناس اللي هم المصابين وازاي يقدروا يقللوا من سرعة تدهور وظائف الكلى. هنتكلم الاول على الوقاية الاولية من الفشل الكلوي، اللي هو زي ما بنقول كده اشخاص لا يعانون من مشاكل في الكلى لكن قد يكون عندهم مشاكل اخرى. ازاي دول يحموا نفسهم من انه يجي لهم قصور كلوي؟ بيتلخص الموضوع في حاجتين، اول حاجه تغيير نمط الحياه، وتاني حاجه التحكم في الامراض المزمنه المصاحبه اللي عندهم. تغيير نمط الحياه ده بيندرج تحت منه مجموعه عوامل، اولها النشاط البدني، ان احنا الرياضه ببساطه المشي، كل يوم نمشي على الاقل 30 دقيقه او حتى نقول 5 ايام في الأسبوع، مش حتى يومي، هو الصح إنه يبقى كل يوم طبعا. نمرة 2 المحافظة على الوزن المثالي. نمرة 3 إنه الطعام الصحي المتوازن اللي هو فيه خضار وفيه فاكهة ومفهوش أملاح كتير. اللي هو الامتناع عن التدخين، تجنب تناول أي أدوية بدون وصفات طبية. كل ده المجموعة العوامل دي بنقول هي دي تغيير نمط الحياة، يعني يبقى أسلوب حياتنا أسلوب صحي.
تاني نقطة اللي هي التحكم في الأمراض المصاحبة، اللي هي زي ما بنقول اللي عنده سكر واللي عنده ضغط واللي عنده أي أمراض تانية. الهدف من علاج الأمراض دي مش إنه أنا السكر كان 400 بقى 300، لا، الهدف من العلاج إنه يصبح طبيعي، إنه الضغط يصبح طبيعي علشان نقدر نحافظ على باقي أعضاء الجسم من إنها تتأثر. دول زي ما بنقول الأشخاص اللي هم عندهم أمراض مصاحبة، المفروض إنه ده بيعمل تحليل لوظائف الكلى أول ما يتشخص المرض المصاحب. يعني هو عارف دلوقتي إنه عنده سكر أو إنه عنده ضغط، نعمل تحليل لوظائف الكلى كبيز نبدأ منها، وبعد كده هيعمل كم مرة بعد كده بقى، ده هيحددها له الدكتور اللي شاف التحاليل بتاعته، هيقول له تعالى كل 3 شهور، تعالى كل 6، تعالى كل سنة. الدكتور هو اللي هيحدد يعمل التحاليل بتاعته كل قد إيه. طيب نتكلم على المريض اللي هو عنده من الأصل قصور كلوي لأي سبب أيا كان، وإزاي المريض ده يحافظ على أنه الكلية عنده ما تتدهورش. علشان نتكلم عنه نعرف الأول يعني إيه قصور كلوي وإيه وظيفة الكلية، وهنتكلم عنها ببساطة. طبعا ده موضوع طويل جدا بس هنتكلم عنه ببساطة. القصور الكلوي معناه، أو القصور المزمن يعني، معناه إنه الكلية لم تعد قادرة على إنها تقوم بوظيفتها الأساسية اللي هي نمرة واحد فيها الترشيح أو الفلترة بتاعة الدم. هي بتفلتر الطبيعي إنها تطلع السموم والأشياء الضارة وتطلع المية الزايدة عن الجسم والأملاح، فلما ما تقومش بالوظيفة دي يبدأ يحصل عند الشخص تجمع للسوائل في أماكن مختلفة من الجسم، بقى في الأطراف، في الرئتين، في الغشاء البلوري، في أماكن كتير من الجسم، والأجسام الضارة أو الأشياء اللي هي المواد الضارة اللي ما بتخرجش من الجسم دي ليها تأثير سيء على كل أعضاء الجسم. من وظائف الكلى طبعا مش بس الترشيح، هي ليها دور في كل في حاجات كتير في الجسم، من ضمنها دور في تظبيط ضغط الدم، دور في تحسين كثافة العظم، في تنشيط النخاع الشوكي علشان ما يحصلش أنيميا، في تظبيط نسب الأملاح الموجودة في الجسم كلها بما فيها الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. الحاجات دي كلها اللي بيحافظ عليها على مستواها الطبيعي في الجسم هي الكلية، أو على الأقل نقول أن ليها دور فيه. طيب إيه هي الأسباب القصور الكلوي عموما على مستوى العالم كده؟ يبدأ نمرة واحد هو السكر، يليه الضغط، بعد كده تيجي الأمراض المناعية اللي بتصيب الكلية، سواء بتصيب الكلية لوحدها أو بتصيب الكلية كعضو من أعضاء الجسم. الحقيقة أنه من أهم أهداف اليوم العالمي هو التذكير بخطورة مرض السكر على الكلية. إيه الأعراض اللي ممكن يعاني منها المريض واللي لما يلاقيها يعرف أنه الكلية عنده تعبانة؟ نقول نمرة واحد أنه قد يكون ما فيش أعراض، يعني ممكن المريض يفضل عنده قصور كلوي هو ما هوش حاسس لمدة ليست بالقليلة. مع الوقت تبدأ تظهر أعراض، والأعراض دي ما هياش حاجة محددة كده يقدر يمسكها في إيده، لكن هنقول أنه ممكن يجيله حاجات أعراض عامة، عدم قدرة على بذل مجهود، إرهاق عام، أنيميا، غثيان، فقدان شهية، احيانا ترجيع. حاجات دي في الاول كده الشخص ممكن ما يقدرش يعمل علاقه بينها وما بين الكليه، وعلشان كده الناس دول بيجي متاخر بعد ما يكون تشخص، يا اما بالمصادفه يا اما فضل لحد ما ظهرت عليه اعراض اشد خطوره، زي اللي هي ميه على الرئه مثلا، او ميه في الغشاء البلوري، في الغشاء التموري، قصور في عضله القلب، ارتفاع شديد في الضغط، يجي بحاجه من الاعراض اللي هي شديده الخطوره. عشان كده الناس اللي هم عندهم قصور كلوي وهم عارفين لازم يفضل يتابع ويراجع في العياده بتاعته اللي هو متعود ان هو ايه بيتابع فيها. طيب نعمل ايه علشان مريض القصور الكلوي يعني يعمل ايه علشان يقدر يحافظ على الكلية؟ مسؤولية المريض هي ان هو يلتزم بالكلام اللي الطبيب المعالج بتاعه قال له عليه، هيلتزم بالأدوية، هيلتزم بالفحوصات الدورية، هيلتزم بمراجعة العيادة، هيلتزم بالنظام الغذائي اللي قال له عليه، بالمحافظة على الأمراض المصاحبة بتاعته منضبطة، وما ياخدش اي ادويه بدون ما يرجع للطبيب بتاعه. ده دور المريض. طيب ايه دور الطبيب؟ دور الطبيب هنا
اولا ان هو بيعالج السبب الاساسي للكليه ان امكن طبعا، وانه بيحاول الحفاظ على او بيعمل على الحفاظ على عمر انسجه الكليه علشان تقدر محافظه على وظيفتها او استبدال هذه الوظائف وعلاج المضاعفات وضبط الخلل الميتابوليزمي اللي بيحصل عند المرضى دول. الهدف من المتابعه في عياده الكلى هو تاخير تدهور وظائف الكلى، لانها بالاضافه للاستمرار او المحافظه على حاله المريض الصحيه المستقر. بنقول انه في حالات كتير في الاخر بتوصل للفشل الكلوي وتحتاج للغسيل، لكن المراجعات بتاعة العيادة هتخلي بدل ما القصور ده بيجي او بدل الفشل الكلوي ما بيجي في خلال شهور قريبة ممكن توصل لسنوات، يعني الشخص يقدر يحافظ على البقية الباقية من وظائف الكلى اللي يقدر يعيش بيها سنين. لأنه التشخيص بتاع الفشل الكلوي وبداية الغسيل ده مش شيء بسيط، ومش بيأثر بس على المريض لوحده، هو بيأثر على المريض وعلى أسرته وعلى المحيطين به والناس اللي بتساعده. علشان كده جه الهدف التاني أو الهدف الرئيسي من دور الطبيب في متابعة حالات الكلى، اللي هو المحاولة استقرار حالة المريض. لما المريض بتبقى حالته الصحية مستقرة بيقدر يتعايش تماما مع المرض بتاعه، بيقدر يكمل في شغله، يقدر يحس بارتياح ان هو زيه زي أي شخص طبيعي، بيقدر يتفاعل اجتماعيا مع أسرته ومع الناس المحيطين به. على فكرة الجملة دي، المحافظة على الحياة طبيعية للشخص، هو ده الشعار بتاع اليوم العالمي للكلى بتاع السنة دي بتاع 2021، اللي هو الحياة بصحة جيدة مع مرض الكلى. الجمعية الدولية لأمراض الكلى كل سنة كانت بتطرح شعار مختلف، مرة الشعار يبقى أوقفوا الهجوم على الكلى، ومرة الشعار يبقى صحة الكلى حق لكل شخص في كل مكان. السنة دي الشعار بتاعنا هو Living Well with Kidney Disease، اللي هو نحيا حياة جيدة مع مرض الكلى. الحقيقة إنه إحنا عايزين نطبق الشعارات دي كلها، يعني مش عايزينه انه يبقى شعارات فقط، احنا محتاجين ان احنا نطبق ده على ارض الواقع، انه احنا نقدر نوصل بالتثقيف والوعي الصحي بتاعنا لكل الافراد في كل مكان في الجمهورية. مش بس نوصل بالوعي الصحي، احنا عايزين نوصل بالرعاية الصحية نفسها، يعني نقدر نوصل الرعاية الصحية الكاملة لمرضانا في كل مكان علشان يقدروا يتعايشوا مع مرضهم في مواجهة المجتمع. في النهاية بشكر حضراتكم، وعايزة أقول لكم إن إحنا عندنا في مستشفى اسكندرية للكلى والمسالك البولية متوفرة كل الفحوصات اللي ممكن يحتاجها مريض الفشل الكلوي أو القصور الكلوي، أو حتى الميديكال تشيك أب الطبيعي اللي بيعملوه الأصحاء على مدار الـ24 ساعة. شكراً.